بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بني سلامة، درسي انتين يا أرانتنا، درسي النحو الواضح، كتابة في قواعد اللغة العربية هيرا أفان أربا خيستي كتابة قائمة بكما النحو الواضح سني برشود أبديمنا خندورتي جملة المفيدة يعني برنوتة دراء الدرس الأول دبر سنجر أران تنمو الدرس الثاني درسي لما فا برنوتة لما فا أسرتكم سني ملتوتي الأجزاء يعني أجزاء الجملة جملة جيتشون وانتاتي دبر سنجر أجزاء يجون جملة تكخيستي حاسوة تكخيستي والنجر مالي مالو إفكيسا كبه جملة انتك حاسونين أفان عرباتوكو جدشوتين ولدتلو في جملة أوموسوني جدشوتين سوني حال إسانيتي في مكا إسانيتي في أكاتا إسي بك تبرو يج أجزاء الجملة يجون أسرتي أكما أغر تنخانتي تكرر هنگا شانتي هنگا سديتي والنجر مالي أجزاء الجملة مثال إسالتي أمثلة إسانيتي أمثلة جملة المالي يعني أجزاء الجملة أمثلة إساتي أسمرت تكمي سنمولة تتي تكرر هنگا سديتي ما حلال هادب في نبارك الله فيكم ما جاه درا ركب إبراهيم الحسان ركب با يعني يابته أينو إبراهيم حسانا فرد يابته جن هوني مالي جملة المفيدة جملة المفيدة خنا خيست توني ولك بمي مالي جتشوتي جرو تكفى ركبات تجرى بارك الله فيكم ركبا ايجا جرات بودا خبرا خان اللي مالي حسان إبراهيم جرى سنبودا حسان جرى كنت شفتنو مال جامي بكما أجزاء الجملة جامي بكما ايجا سي يداعب مال جاء يداعب نتابت شيسا يوخاني مو أسيتكم أقرتن يداعب إسماعيل القطة يداعب نتابت شيسا إسماعيل إسماعيل القطة أدر تابت شيسا جرى يوخاني مو تابت شيسا يداعب يوخاني تابت شيسا يتشو أسيت مالي يداعب جتشا توكو إسماعيل جتشا توكو قطة جتشا توكو يتشو أمتين كن شفتين يداعبون أجزاء ساتي إسماعيل لين أجزاء ساتي القتال لين أجزاء جملة خناتي يتشا يحسد الفلاح القمح يحسد نهامة الفلاح نمشتين قبرين توكو كتبولان قمحا قمدي تأكل الشاة نياتي الشاة رئين فولا وشعير فولي في قربونات يتشا سمعت نندقي النصيحة قرسان دقي يستطع نورا في الحجرة يستطع يجو نئفة إفا إساعت ملة نور إفنين في حجرة مناخيس يجو تجري السفينة على الماء تجري نفيدي السفينة دونين يجو لا على الماء بشان رفيدي كنت شفتنو مالي أجزاء سيتي يجو جخني اقتكو تجري السفينة مالي على الماء جملة لا جملة أنا خيستي أكما ريفو جنسان تجري تجرى سفينة تجرى على جرى ماء تجرى أرمت أنا ونبر أنه جتشوتين أسكيس جرتو ماء لمكان ساني. طيب كمامي هل تحب السفر هل تحب نجالتا السفر إمالتو ديمو نجالتا جا تنافو تكرر هنك سديتي جملة مفيدة خنا خيستي أجزاء تجرى طيب إيغسي أبان كتابة مالجا عرفنا فيما مضى عرفنا برني جرة فيما مضى وان بر يعني برنوتا خيني خدراسا كيستي أن الجملة المفيدة جملة المفيدة تتركب من أجزاء مالتي ولتك أبامتي جملة المفيدة سني من أجزاء دميك أبدي كتاك أبدي هي الكلمات كلمات يخان جتشوتاتو كيس جريتشو جملة المفيدة خيس ونريد أن تعرف في هذا الدرس ونريد أن تعرف برتشو سر بربان في هذا الدرس برنوتخ نخيستي أنواع كلمات
يعني نوع انواع جتشون قوسه الكلمات جتشوتين جملة مفيدة جرو خيستي جتشوتين جرو حال لإسانيتي في أكاتا إساني برناجي فنقول ما جنج أشيتشين. طيب إذا بحثنا في الجملة التي معنا جملة فكيدا تكرر هنگا سديتي خلال لسان كيسا إذا بحثنا يوك بحثي غونيت انتلوتاتي في الجملة التي يعني دبي التي معنا نبرج جبتتنا فكينا تكرر هنگا سدي يوك فرانو تاتي وجدنا نأرجنا أن كلمات جتشوتين إبراهيم أسيتكم جروتي جتشوتين إبراهيم جوخني جتشوتين إبراهيم إسماعيل الفلاح جتشوتين سدينكوني ألفاظ جتشوتا تسمى بها خمقافم بها إسيتنان أشخاص نمات مقافم نماتت مقا نمات يوم مقافم جتشوتا كانت مقافم جرائجو فكني فركب إبراهيم حصانا حصان يعني إبراهيم فرد يابته يوخ جنتاته إبراهيم جتشين إبراهيم جنكوني مالي جتشين كون اسمي ده مكانا مكانا ما تقوف خنمي إسماعيل اللين مكانا ما تقوف مقافمي الفلاح مكانا ما تقوف مقافمي يجو نما تقوف خدتشي يخافو خدتشي توهتو خميدان فجافتو الفلاح جامي قبري يوخاني مقوتي بولا الفلاح جامي بيكما يجو. طيب إيغسي يوخ التفوف نتاعته بارك الله فيكم مال جاء وأن الكلمات جتشوتين الحسانة والقطة والشاتة ألفاظ جتشوتة تسمى بها خئيسيتنا مقافمو أنواع من الحيوان قصة حيوانة بلدا يجو ركب إبراهيم الحسانة جنة فردة أدري رئي كون كون شفتلو مكا مالتي مكا حيوانين يوخانين مو بيلدان اتي موقفة مجاجة اسمي ليتشو خون اللين اسم الحيوان جنان خدب رسولي اسم الأشخاص مكا نماتي وكذلك أسيت اللي مكا حيوانات يتشو جملة كخيسة بكما فينا خيسة يو مكا حيوان أرقملة مكا اسمي يعني إلمان ماتن اللي أرقمو ملايك قرآن وقرآنو حديث وبرنو وكذلك أفا عربا خيستي جتشوتا توقوتو نفو ملا خمكا داف مقا فمو مكا حيواناتهم جتشو. وأن القمح والفول والشعير ألفاظ قمحي في فولي في شعير كني ألفاظ جتشوتا تسمى بها خمقا فمون أنواع من النباتات نبات يعني بكيلنسا دتشرا بكيلو سنيني موقفة ميتا هوني اسم النبات جتشو من دينيتشو تنافو جملة كخيسة مال أرقاتشوني ملا مكاتو أرقمو ملا اسمين أرقمو ملا اسمين سنين لين اسمي وان دتشرا بكيلو تهوني ملا يتشا أما فكينا فاكم أسرتي قربو في أكا يعني أستي كمديفة أقرخانا يتشا تنافو سمالي اسمي لا يتشو اسم مالتي اسم النبات اسم مكا وان بكيلاتي يجي. طيب وأن الحجرة والسفينة والماء ألفاظ تسمى بها أنواع من الجماد فكذا برسنا خيستي جحفا في تربفا يو خلال نتاتي يستطيع النور يستطيع النور في الحجرة يو خجن نتاتي في الحجرة من خيس جني تجري السفينة على الماء جني كون شفتنو مال قرسيسة حجرة في سفينة في ما عمكني وننو قرسيسة مالي مكا وان تكونو قرسيسة يتشا فكين يف لبو دبي من الجماد يتشو وان لبو نكامي تكو مكا إساني تنموغا سودان جلچين فيدمنو اسم اسمي دا يتشو مكا يتشو بارك الله فيكم. طيب أكسمت إيكسي ما جاء ما يرتي ولذلك تسمى كل كلمة أكما أما أقرخنا خيستي فكينو تأقرخنا خيستي تسمى كل كلمة كلمة هندينو من هذه الكلمات كلمة كان فكات هندينو ما جاء ميبي كمان اسمي جاء ميبي كمان هاي يتشو أما سرت ونفر النمالي
جبچوتين أكنا خنشوفتنو خاما أجر إسماعيل تهو قطة تهو السفينة تهو خنشوفتنو مال جامي بكما اسمي تهي بكما يجا بارك الله فيكم. طيب وكذلك كل كلمة أكسمت كل كلمة كلمان برات اللين يسمى بها الإنسان خإلمنا ما اتمو قافمو أو حيوان يخانمو حيوان أو نبات يخانمو واندت شرابكلو أو جماد وان لبودة بيجي أو أي شيء آخر خنافي كمبرات اللي واني مقاتو كتمو قافمي مقا جلشين مقا سني وان سني نمقرسيسو معلوم ما إسا علم ما إسا نمقرسيسو اسم جنتي مرتسو دن دينا جلشو تنافو أسرت واني برنمالي جاچتا كخيست اسمين جراتشوني ملايشو اسمي يشون مقا وان توقف مقافمي يشا تناف قرآن خيست حديث خيست أفان عربا نما دبتو في كتاب أفان عربا براتم خيست جاچوتا يوخاني مو كلمان اتشيخ يعني كلامين اتشيخ جبتو سن قيسا واني اتشيخ يسا أرقا نتوقو مالي اسمي ليشو مقا يشو. طيب نعود أستي مالجا نعود للجملة مرة ثانية مي أهادي بنو فكيدان جتشوتا لالسوني فكيدان كلالسوني اتهادي بني هلالو مرة لمفا فنجد نأغر ونأغر ما لأن كل كلمة جتشوت من كلمات فكين يفركب يداعب يحصد تأكل جميد برسنسون شفتنو تدل على حصول ونتوكو أرقمين سنو قرسيسا أرقمين سوان تكون قرسيسة فعل في زمن خاص يعني ونن قرسيس مالي فعل هجيتك قيف موتون قرسيسة أرقمين سهجيتك نقرسيسة في زمن خاص يرو مرتايتك خيست وان يرو دران دبرته خأمته خفور در دينته زمنتك خيست هجيتك قيف مو وججن قرسيس مالي تنين يجا ركبة يابت يداعب نتبجيس يحسد نهانا تأكل نيات تأكل نيات كن شفتنو ما نقرسيس ونينتكو هجينتكو قرقفمو يروتك خيست. طيب ايقسي أبان كتابات تفوفو لأمال جي فكينيا فلفظ ركبة جج ركبة جنو هافدنو ركبة إبراهيم الحسان جنين برني سنكيسا فكينيا فركبة هافدنو مثلا فكيداف يدل نأخيخ على ركوب يابيس في زمن ماض زمن دران دبر توكو خيستي وان دران يرو دبر تخيس خيستي هجيغا قيفمت هجين سمالي يابتين سيجو إبراهيم نمتشين إبراهيم جان فرد يابتشو إسا أك هجي يابيس قيس جتشن وقرسي سمالي جتش ركب جوخنا يجا أكسمت يداعب يخلال لتاته يدل على مداعبة تبيس تبن قرسيس كتبته في زمن حاضر يرو أما خيستي أو أتي يرو لفاتا أو خيستي هجينتك قيفمون قرسيس وحلم جروان كان فكاته هند يجا يداعب إسماعيل قطة يجن إسماعيل أدر تبجيس جرويجن هجي تباخ قرسيس أكا إسماعيل هجي إنين قيسي ونين قرسي سمالي يداعيب كلمة يداعيب جوتون قرسي سيتش أكا هجي إنين قيسي مالكتا تيتش. ولذلك تنافو تسمى نمو قافما نبيكمتي كل كلمة كلمون هندنو من هذه النوع فكي أكنا قوس أكنا هجي أكنا ونين ودت هندنو فعلا فعلي جامي بيكميتش مال جنتي مرتسنا فعلي لا يجو كلمة كنا تنافو أما ما أقرر دران اسمي جنة أما وني أقرر مالي فعلي لا يجو. طيب أما اللي وعند تأمل الجملة الثالثة الأخيرة جملة سدين هاسا وسدين فكيد أن خلال لسون كيسة سدين ما يو خلال لويتاتي نجد وننو تأقر أن كلمات جتشوت في على هل خجوخني مالي أسرت أكو ما قررخني يستطيع النور في حجرة جنة في حجرة منخيس تجري السفينة على الماء على أنتني هل تحب السفر يعني إملتو ديمو نجالتا هل أنتني إذا نطق بكل منهما وحده
جچوت عمل لكوني يوخبا اساني خدبت متات لم يفهم له معنى كامل معنى هيك غوتون فين كن يوخبا اسا فكنيا في مجنب يخن غوتو ونن هبنو يوننن وان راهبت يجريچ على يوجن هل يوجن كلمات جچوت اكنات وجرا كيوخبا اسي دبتمت معنى تكلي هيك تكلي ارغچون دندين اما واذا نطق بكل منهما في جمله يوم هند اسي جملتك خيست فيني اتدبل خدب النوتات ظهر معناه كاملا معنى نساء هيك اسي غوتو ارغنيتش وتسمى كل كلمه من هذه الكلمات وتسمى نمغافمت نبيكمت كل كلمه كلمانا كنا من هذه الكلمات جلتوت كنا خنا خيف كيسا قبو الثلاثه جتوت سدينكني هل في فعل في هل في حرفا ما جامي بك كما بارك الله في حرف في جامي بك كما وكذلك كل كلمات اكو مسنت كل كلمات كلمان هندنو التي من هذا النوع وان كان فكاتو غوسا كنا كلمه غوسا كنا وجي كنا ونقبو هندنو ما جامي حرف في جامي بك كما طيب ايك خنا هو بنبودا كما قاعده هادين واني اما فكيدا في يعني بحثي اما غون خن خيسه ونبرن قاعده برن هيرا برن هيرا فاربا خيستي الكلمه ثلاثه انواع الكلمه جتشتوكو ثلاثه انواع جتشمتي الكلمه جتشتوكو ثلاثه انواع غوسسديه افاربا خيستي قرآن خيستته حديث خيستته كلم من جتشم من أفاربا خيست جلو غوث مسدي يجو سدين كان خيسا ونبا إسا باسا ينجلو يجو طيب غوث سدين سن خيسا مالي وقا جنو تاتي خندرا اسمي خندرا مالي اسمي كلم مفا فعلي بارك الله فيكم كلم مفا فعلي كسدفا وحرف حرف ليجا سدين كان خيسا ونبا هتكون ينجلو يجو إما يكون اسما أو فعلا أو حرفا حرف فيتها يخان فيلتا يخان اسمي تايج سدين كان كيسا به جتشوتا يخان محاسا وفا أربا خيستي جتشوتين جران هندنو مالي يخان مكان اسمي جعما يخان فيلتا يخان حرف ليجا إيجا كانتاتي هي رنكوني أكنا إغنو خاني ما اسمي يتشم مال جتشودا أسرتكو ما يسيني ملا تتين اسمي يتشم مال جتشودا حلالو اسمي يتشون فالاسم كل لفظ جتشوت ما هنديو يسمى بها كاتموغا فمو به الانسان المنا ما اتموغا فمو نمتكوف مكان كان نموجتش او حيوان يخاني مو حيوان افخان نموجتش او نبات واندتش بكلا او الجماد يخاني مو وان لبو دبي او اي شيء اخر وان كان في كنفكاتو هنديو وان مكا اتخان نمو هندقيست ما الجعمي بكميتش اسمي ونن جتشين مكانا وان تقرا مغا فمو اسمي جنتي هو بنيتش والفعل فعل اللين كل لفظ كلمة هنديتش يدل على حصول ارجمينس عمل هجي ارجمينس هجيتك ججيفمو هجيتك خانو قرسيس في زمن خاص زمن متوكو خيستي خمرتاوي يو خان زمن اما مدبتش جر زمن بفوديم يو خان زمن دبرخان خيستي هجين ججيفم توتك akka hujii san gaggeeffamte kalimaan tanuu himtu jechi nu himu maal jenneeti moggaasina fi'liidha jechuu afaan arabii keessatti isa sadaffaa alxarfu kullu lafzin laa yadharu ma'naahu ka ma'naan isaa hikkaan isaa hin mullanne kaamilan guutuu ta'e kan mullanne illaa maa gayrihi yoo jecha biraa bira fiddee walitti dabaltee walitti maktee yoo dubbiste malee hobaa isaa hikkaa kana maan kennine أمو جتشخي يعني كلمة خيسة دبي خيسة كلام خيسة خدوف مالي حرفي لجنتي بيك النيتش تنافو درسي أران تنردت ونبرن مالي كلمة أنتك جتشتك إما اسمتها إما فعلتها إما حرفتها سدين كان خيسة عفا عربي خيسة هم بهو جتش سدين كان الرأ هم بهو بارك الله فيكم إيغا خناهو بالنبودة حرق القالات يودين أسدت إن شاء الله تعالى مال جاء اقرأ جملة الآتية وميز الأسماء والأفعال والحروف أما أسكيسا مال قولي جاء
تكر عند خداني يفتح المحمد الباب يشتري التاجر القطن خنهم ده أسكيسا خميتتو اسمي خميتتو حرفي الدان باسان هنجا يتشو ميكن درا يوخدان يدان يولين يفتح محمد الباب يفتح خون مالي اسمي مو فئلي مو حرفي يفتح نبنا محمد محمد الباب هلا نبنا يوخان بنجر يوخ الجنة تاتي يفتح خون مالي فعلي لا كجي وانتكو بنامون غرس إسا محمد نو مالي مكان ماتي مكان ماتي مقفم الباب الباب كنو اسمي لا مفيل محرف يوخ الجنة تاتي اسمي لا هلا دا هلا فخنمي وانشوف متوكو مكا الباب جانيتي تي اتباسا هلا كناتي إن شاء الله تعالى هجداتي إيقسي غم خيساتي إن شاء الله ديبسا نا ديبسو دندسا درسين تعرانتنا أسمرت تمر واني أرانتنا برن مالي بارك الله فيكم جملة يعني أجزاء الجملة أجزاء الجملة جملة تكخيستي حاسة وتكخيستي جتشوتين جرو يخان اسميتها يخان فئليتها يخان حرفيتها يجو تنافو أكا قاربتي هبتوك أمنا مالف وان هدوف نغرقارة برنوطة برتشوف ديم نخيستي جتشتوكو اسمي دمو اسمي متي فيلمو فئلي متي حرف مو حرفي متي أدن هبتون إعرابت نغرقارة قافة إعراب سينو إن شاء الله تانو غرقارة تنافو بارك الله فيكم درسي تأران تناسرتي تمر درسي اتعانتو رتي والدفن يعني دفني والربرتي والربرتو ربنا وقدو أسمتني سنة تمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.